في هاي وبدون أي مجاملة يا أبو صلاح عداك العيب. بل فيها كلام يا أبو نهى. خلص ما عاد فيها حكي. وعلى فكرة حجزت البوتين الخميس الجاي. إلغي الحجز. ليش ليش ليش؟ عشان أنا بدي أسافر، بدي أروح شهر عسل. أيوة يا ماما، بس يعني أنا بدي أفرح فيك، بدي أتباهى قدام صاحباتي وقدام الجيران وأشوفك بالتوب الأبيض. اتركيها على راحتها، اتركيها على راحتها. ماشي. وين بتحبي نسافر؟ أي مكان ما بتفرق. وين ما بدك أنت، أوروبا، أمريكا، آسيا، أفريقيا. بتحبي نروح بيروت؟ بتحبي نروح مصر؟ بتحبي نروح دبي؟ بتحبي نروح قطر؟ دبي. كيفك أنس؟ شو أخبارك؟ شو بتعمل؟ وإحنا كمان كيف الماما؟ تمام؟ بلغ صاحبك ما يتعب حاله، نهى خطبته ورح تتزوج الأسبوع الجاي، واحد من أصحاب أبوها. ردت فعل على خيانة صاحبك. اوكي سلام. نهى يا ماما، ليش ما بدك تعملي العرس هون؟ الأسبوع اللي مر أحضرت عرس لجيراننا، صحيح عملوه في أوتيل بس يعني ما كانش هالقد. نفسي أفرح فيك يا حبيبتي. ماما شو بدك تفرحي؟ ما أنا مثل الطار المذبوح الغرقان بدمه والناس مفكرين عم برقص. أنا اللي كنت حابة أرقص بعرسك.